بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سولار ريديشن. اقول له نيو وابدا ارسم الماس اللي انا عايزها. كرييت ماس واقول له انا عايز ارسم حاجه مثلا بالشكل دوت. كرييت فور واقول له فينيش ماس. بعد كده هدخل على اناليسيز واقول له سولار ريديشن. بعد كده ممكن اختار ماس فيس او لا، اعمل على كل الماس. سن ستادي هبدا اشوف اني حاجه انسب ليا. ممكن اقول مثلا عايز اعمل الدراسه دي في وقت معين في مكان معين، مع مثلا هنختار مثلا البلد. اقول له لوكيشن واقول مثلا هنا القاهره. تمام. بقول له اعمل سيرش، فهو بيقول لي عندنا كذا قاهره. فبقول له انا ما اعرفش القاهره بتاعت ايجيبت. تمام. هيت تقدر تختار اقرب مكان ليك يكون فيه الدراسه بتاعتك. اهوت دي الوحدات اللي بقى فيها دراسه عن المناخ، فانت بتشوف اقرب حاجه. في مثلا مصر الطيران مثلا ليها في هناك مركز ارصاد، فانت بتشوف اقرب حاجه ليك. وبعد كده بتقول له ممكن تقول له امبورت سايت ايمج. تمام. او ممكن تيجي هنا سايت وتختار المكان اللي انت عايزه. هنا اللوكيشن واقول له اوكي. تمام كده انت حددت المكان. هتحدد بقى الوقت، ده لو انت عايز دراسه للحظه ثابته. تمام. هتحدد الوقت وتحدد تايم. ممكن تقول له انا عايز دراسه اليوم كامل. تمام. فتبدا تشوف الوقت مثلا من الساعه كام للساعه كام، هتبقى كام ساعه مثلا. ممكن تاخد حاجه من دول مثلا. تمام. ممكن تعمل حاجه جديده، تعمل دبل كيت مثلا منها. تمام. وتبدا تحط الاعداد اللي انت عايزها. ممكن مالتي داي، اكتر من يوم، ممكن تحسب باللايتنج، يعني زي ما انت عايز. تمام. هقول اوكي. وبعد كده هتختار الاناليسيز اكيورنسي. عايز ريزوليوشن اعلى بس هتاخد وقت اطول زي ما انت عايز. وبعد كده بتشوف الداتا ديسبلاي طيب بتاعها ايه، افرش مثلا اليونت. اليونت هتشتغل بأني واحد قياس الستايل. فتقدر تختار من هنا وتقول مثلا انا عايز الالوان بتاعتها تبقى عامله ازاي، الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. ممكن تغير الالوان ديت، يعني مثلا الماكسيموم يبقى لونه مثلا احمر، المتوسط مثلا يكون لونه اصفر، الاقل حاجه يكون لونها ازرق. دي الليجنت اللي هيبقى فيه مثلا الوحدات، هتبقى مثلا هتكتب ماكسيموم، هتكتب اوتو، هتكتب مينيموم. وبعد كده هقول له اناليسيس، هنا اخترت اوتوماتيك ابديتد ريزولت. وهنا الاوتبوت حدد بقى درجه الوضوح بتاع الصوره اللي هتطلع. تمام. ممكن صوره صغيره، صوره كبيره، سيفها لي في قلب المشروع مثلا بالاسم دوت. واقول له اناليسيس، بيقول عايز كل الماس اناليسيس اول ماس فيسز ان فيو، ولا حدد واحده بس. لا، حدد لي كله. هو بيبدأ يعمل التحليل بتاعه. تمام. وتقدر تعمل اكسبورت للصورة لو انت عايز بره على الجهاز المعلومات ديت. اقول له كلوز وابدأ اشوف الصورة اللي احنا عملناها.